وفي هذا الحديث نزل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأصل أن الإنسان لا يشتري بالشهادة مالا، لا يجوز أن يدفع له مال فيشهد بناء على هذا، أو يحلف على يمين كذبا وزورا ليقتطع حق أخيه المسلم وهو يعلم أنه ظالم في هذا، فإن هذا يعني له عذاب عظيم كما قال الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث عن سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن الخطاب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وزوج فاطمة بنت الخطاب، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. جاءت امرأة تشتكيه عند مروان، وكان مروان هو والي المدينة، فجاءت تشتكيه تقول إنه يعني هي جارته في أرض، هو له هذه الأرض وهي لها هذه الأرض، جيران، فجاءت إلى مروان تقول: أخذ من أرضي، يعني دخل علي في أرضي وضمها إليه. فناداه مروان فقال له: إنها تقول إنك أخذت من أرضها. فقال: أنا أخذ من أرضها؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من أرض، شبرا من أرض، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة، يعني ادعت عليه كذبا وزورا، اللهم أعمي بصرها ومتها في أرضها. وفعلا ذهب بصرها وكانت تمشي في أرضها فسقطت في حفرة أو بئر في أرضها فماتت. فالإنسان يحذر من هذا الأمر والتعدي على الناس والكذب عليهم ودعوى أنه أخذ من أرضه أو غير ذلك. وعلى الإنسان أن لا يحلف على يمين هو فاجر بها فقط ليأخذ لعاعة من الدنيا. أعاذنا الله وإياكم من ذلك.